عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ يعيشك. مرحبا بك. أتمنى روحك. أنا هندة. منين؟ من ديبوزفي. فهمت؟ وعندي ثلاثة بنات. فهمت؟ وراجلي متوفي. الله يرحمه. تعيش وترحم، يعيش بنتي. كيفاش الحياة بعد رحيل زوجة؟ معاناة ما نحكي لكش، خاطر مع المعيشة هذية وصلتوا واحد ما عندوش شهرية، فهمت؟ هو مات راجلي الله يرحمه، مات ما خلاليش شهرية، فهمت؟ خلالي شهرية كرني الأبيض. وقتاش توفى مدام؟ عنده تو ست سنين عنده، فهمت؟ وهنا مرة نخدم مرة نلقى خدمة مرة ما نلقاش، هكاك فهمت؟ والمعيشة ماشي، شو نعمل أنا تو؟ وقت اللي توفى صغارك مازالوا صغار؟ عندي مرة مادية صغيرة خلاها في قسم الثالث. الاخرين يقراوا في الكوليج، فهمت؟ وحمام مازالوا صغار. مازالوا صغار بيان سور، عندي زوز في الجامعه، فهمت؟ نورهم في الجامعه ونريمان في الجامعه، ومرام هي الصغيره في الكوليج تقرا، فهمت؟ ربي يفضلهم لك. كيفاش تحملت المسؤوليه؟ مسؤوليه بين ليلة ونهار تلقى روحك. نلقى روحي وحدي، وشهريه زيدك الزياده الجهريه ما عنديش وقتها. نجري المرجده باش عطاتها لي، فهمت؟ معركة الحياة. تتصور أنت مرأة بلاش راجل، فهمت؟ وعملت من ضعف قوة، فهمت؟ مني بو، مني أم، مني راجل، مني كل شيء، كل شيء أنا. عد على رأسي شوية أنا، فهمت؟ الحمد لله. حكينا شنو اللي تعد على رأسك؟ برشا 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 معاناة. شنو نحكي لك؟ نوصل بالحق، نوصل ما عنديش، فهمت؟ خاطر مات وقت البريود هذيك، حتى جيراني، فهمت؟ جيراني أكلي وقفوا معايا، ما نكذبش عليهم، حرام عليا، فهمت؟ يرحم والديهم، لقيتهم وقفوا معايا ولموا لي الفلوس وخلصت الضوء، حتى الضوء مش خالص، فهمت؟ وحالتي حليلة الحمد لله. طب كبرتهم طب الحمد لله شوية، ما زلت والله. أنت قلت نداء، أنا ماذا بيا بالحق، ماذا بيا نداء قيس سعيد، قل له تلفت لي أنا ثلاثة بنات ومرجة ما هيش تعاون فيا، جملة جملة بالحق ما هيش تعاون فيا، فهمت؟ انا توا نمشي ندبر خدمه، يقولوا لي عمرك كبير شويه، فهمت؟ نحبوا الدجان، نحبوا الصغار يخدموا. انت مدام اقعد شد بلاستك، فهمت؟ هاي شو نعمل انا؟ هاني قاعده وكما نقولوا فيه ونسعى وقاعده وهذاك كله ونسعى، فهمت؟ باش نخدم. والله غالب اخت. انت قلت المراه بلاش راجل. بلاش راجل. نعاني المرأة. ونعاني وش نعمل بربي مع الغلاب تحت؟ هو أنا بنتي الصغيرة، فهمت؟ مريضة، عندها فقر الدم، عندها واحد، ماما أشري لي، ماما أعطي لي، ماما كذا. تعرف أنا باش نهبل؟ قلت بالحق باش نهبل، أنا بنتي صغيرة تحب نوفر لها كل شيء وأنا ما عنديش. ما في حاليش كما تقول المرأة، ما في حاليش أنا ما عنديش، فهمت؟ منيش نجيب نضرب الحيط ونجيب لها. وساعات ريت بنتي سن مراهقة. ساعات بالحق ساعات تقول لي ماما باش نهج ونخليها لك، فهمت؟ بالحق انا كان نحكي لك ان نبكيك ونسكتك، فلذا انا باش توصل تقول لك باش نهج. هي خاطر الظروف ما هي تحب كيما ندادها، تحب تلبس تشوف صاحباتها تقول لي ماما شبيها هذيك تلبس كذا، ماما شو هذيك شو تستبدل يا بنتي؟ قولها رانا ما عندناش هذيك المعيشه، وهذاك ابوك اللي خلانا، الحمد لله احنا عطاتنا المرجده باش الكرني الابيض هذاك، وفي شهريه هاك 200 دينار. تصور انت 200 دينار ما تعمل حتى شيء، فهمت؟ شو تعمل لك 200 دينار؟ يعني ال 200 دينار تعيشوا بهم؟ والله بالكريدي، والله نكردي، ها اسال، امشي للحومه واسال، نكردي فهمت؟ شطرها كلها كريدي. نجي ونقعد شو ناكل كلها، من بعد نمشي هكايا لاختي ناخذ من عند اختي نتسلف من عندها. حتى الجيران نحشم انا باش نطلبهم يعرفوني، وكان جات تتعدى هذه في التلفزه ويسمعوني يقولوا بالحق. يسمعوك. والله فهمت؟ وما نمشيش وما نطبص الخشمي لحتى حد، فهمت؟ قدرتي اللي كان ربي سبحانه. حتى المعتمده ما هيش تعاون فيا، انا نعمل نداء بصراحه، المعتمده يشوفوا لها حل بتاع الورديه بتاع ديبوزفيل هذيا. انا نمشي لها الجيله عندي ثلاثه بنات تقول لي ما عنديش، تعطي فهم للي عندهم، وبالحق راهو شيء ينطق، ما صدق ربي لقيتك انا. والله باش فرق قلبي، ماذا بيا قيس سعيد يغزل لي. بالحق انا مواطنه يعلم بيا ربي مريضه، وعندي كان نقول لك عندي 100 حاجه، فهمت؟ ومريضه وهذاك كل ما نمشيش للسبيطار لا يقولوا لي كذا عندك كذا، نتفجع وعندي ثلاثه بنات. وبنات ولاية عندي، مش حتى اولاد، كانوا اولاد دبر راسهم، اما بنات وين مشي قبل.
فهمت باش نعمل انا بناتي، لا انا نضحي عليهم، انا صغري وكله طاح على خاطر بناتي. بالحق عندي الدمع التونسيون في الحرابش، فهمت؟ والله يعيشك عايش بنتي، فهمت؟ وهذاك كله ما تتلفت لكش لا على بالهم بالطقس، لا على بالهم. المرج تشكيت بها للشؤون الاجتماعية. ثلاث مرات. قل لي علاش تشكي بيا؟ تزيد تعفس فيا. فهمت؟ هذاك علاش؟ أنا راني شيء بصراحة ما نقول. أنت قلت المنح ياخذوا فيهم اللباس عليهم. والله اشترهم ياخذوا فيها اللباس عليهم، لا ياخذوا فيها. سامحني والله انا نتكلم والله ما يهمنيش، خاطر انا نشوف فيهم برشا هاي جارتي نعرفها وكاريه لدارها كاريه اللوطة وراجل لاباس عليه وكل وعاتخ في الكرني الابيض ومنح وانا وغيرها تلقاه زوالي وما عندوش بطال وواحد وصغار وما يشيخوا فيها. سامحني لا هذه بصراحه يلزم بلاد لها وقفه، لها بالحق وقفه. الكرني الابيض سيرتو كرني الابيض نحيوه، فهمت؟ والله بالحق. ترى انه ما فماش عداله اجتماعيه؟ ما فماش عداله اجتماعيه. ياكم بالمعارف تولوا بالمعارف، كل شيء بالمعارف اختي. اي فهمت. ما كهوش باش نزيدك. عائلتك عائلة راجلك يعاونوك. عندي علوستي ما نكذبش عليها، علوستي الصغيره هذه. حق صح. والله العائلة راجلي لا علاقه بهم. ما نكذبش عليك، انا تعاون فيا امي مرأة كبيرة، فهمت؟ عندها أمراض مزمنة وبابا مات توفى خلينها شطر شهرية محسوب، وهذاك كنت عم فيه مع بناتي، فهمت؟ ما خذت لي زوز البنات الكبار، فهمت؟ عندها وعندي أنا مرأة من الصغيرة، فهمت؟ ولهيت لي بهم، ما كان جاوا ثلاثة عندي مال، تصور أنت كان ثلاثة عندي، بالحق راه ما نعرفش يصير فينا. معناها أنت بعثت بناتك لأمك باش أمها ينقص عليك الضغط. يعطيك الصحة، باش ينقص عليا المصاريف وهذاك كله 200 دينار، 200 دينار يا عباد. بربي ماشي الكاميرا خل معيط غيت نقولها 200 دينار، والله العظيم ترحم على والديك، تربح فيا ثواب أنت وياها. فهمت؟ 200 دينار، اش تعمل 200 دينار؟ في جمعة، فهمت؟ هكا، في جمعة، توفى في جمعة 200 دينار، فهمت؟ اي بالك امراه عندها صغار وعندها واحد، تصور انت ثلاثه البنات يجيو معايش معايا مع 200 دينار، وما عنديش مورد رزق اخر. نمشي لوزاره الثقافه خاطر راجلي فاك كان في الدومين بتاع، كان عنده فرقه، فهمت تبع عنده البطاقه الاحتراف، نمشي به وزاره الثقافه زاد ما يسمعونيش، فهمت؟ ندق البيبان كل انا شيء العالم، ما قلت لك مرة وحدي جريت منه بعد سلمت والله العظيم، حتى الصوت ما عادش عندي انا باش نتكلم. علاش عائلة البوكي توفى البو ما عادش كيف قبل؟ لفت لك لاخواته، عنده اخوته زاد لبس عليهم، فهمت؟ ماذا بيا يسمعوني ويتفرجوا فيا، والله بالحق ما يتلفتوش جامي، ما يستعرفوش بهم، فهمت؟ هذاك كبدتهم وهذوك دمهم، ما يتلفت لهم الجملة أختي، فهمت؟ وربي يهديهم، ما كهوش باش نقول لهم أنا برسم، واللي هذا يقول لك عندي حتى أنا صغاري، برا أنت للدولة، هكا الدولة تقيم بيك ببناتك، فهمت؟ اللي هذا يقول لك عندي صغاري وعندي أولادي وعندي وعندي وعندي، فهمت؟ أختي. خلي لك كلمة الختام، شنو تطلب بالضبط؟ نطلب يتلفتوا لي أنا وبناتي، فهمت؟ أمي مرأة كبيرة اليوم يفضلها لي غدوة ما نعرفش على الدنيا، بالحق راهو، فهمت؟ وهذاك هو نقول لهم تلفتوا لي، ما أنا ما شوفوا المعيشة غليت، ومرأة أم ثلاثة بنات وهجالة وما عنديش مورد رزق، ما عندي حتى شيء، وحتى باش يعطوني أنا نحب نجري على حاجة يعاونوني بها، جملة طفوني، ما نعرفش علاش، والله يعيشك. شكرا.